تقدم في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك حينما سأله رجل هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما، قال بين له، قال الإحسان إليهما، قال الصلاة عليهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام صديقهما. هذه خمسة أمور يستدرك الإنسان ما فات من التقصير في هذه الأمور التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال أبو بردة قال قدمت المدينة فأتاني عبد الله بن عمر فقال تدري لما أتيتك؟ قال قلت لا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه من بعده. الله أكبر. إذا أحببت أن تصل أباك في قبره فأحسن إلى إخوانه من بعده. إخوانه يدخل فيه الإخوان في الله والأحباب في الله، إخوته في الله تعالى، وكذلك إخوانه يعني الذين هم أعمامه. كل إنسان له محبة بينه وبين الوالد يدخل في هذا الحديث. من أحب أن يصل أباه في قبره كذلك أمه فليصل إخوان أبيه من بعده. Thank you.